بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المزمل. سورة المزمل وسورة مكية وقرآن كي مكة كي سودغي انت النبي سوه يجروني صلوات الله وسلام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إله غيري يا أيها المزمل مت كان استودوب يو قم استاق الليل حبينك استاق وصلاة الليل وكع إلا قليلا إن يرمى هنو حبينك كمده انت كلا صلاة وتاقنو آيادهان يسورة دان بالله بيدا وحا الله سبحانه وتعالى رسول كيسا كو أمريا إنو حبينك هرددا كسوكو أو صلاة الليل وإستاقو حدل أمر الرسول كان صلوات الله وسلامه عليه أمدنا أسوى أغسوان وأساقي كود ديانيا ساقا أيه كود ديانيا أو سيداس وكالي مأمورين ويهي سيداس وكالي أيه مأمورين ويهي مركا مركي أغوه الرئيدي والا واجبيي وحانا اللغو واجبيي صلاة الليل نبيك صلى الله عليه وسلم أمدي سنة أساقا أسوى وهو سيداس واجب ويهي صلاة الليل ولما وانا اللي يو وحا لغو اللي وحا لغو سوى دجين يا قول خلص وواما حي وقرآنك تاس مركا وحي وباهم تهي إبادو بادان إيديار قرو بادان حديك لما حنباري كرت إلى وحر سبحانه يا أيها المزمل متك استودور يو قم استاق الليلة حبينك استاق وصلاة الليل وتاقنو سيرتي هره waxay ka leedahay rasuulka laamra ay sallallahu alayhi wasallam wa maxay gaarsiin ummada inuu diinka gaarsiyo tanna asagii inuu ibaadeesto sababtoo ah asagii markuu ibaadeesto markaas uu dhibka iyo culayska dacwada uu u dul qaado kara qowlkiisa ayaa ilaahay barakeynaya ummadiya markaas wax fahmayaan marka istaago abugu habeenki istaago salaatul layl istaa illa qalila in yarmahani habeenka inta badankiisa uu istaag salaatul layl نصفه كبدلو قليلا نصفه بركيس استاق اما وحاوي نصفه واحد كبدلتا الليلة قليلا تمايا نصفه واحد كبدلشا الليلة نصفه هبين كبركيس استاق او صلاة الليل تاقنو او انقص اما كان نقصامي منه نسكاس قليلا وحيا كان نقصامي او نسكا وحكتشرو ثلث او كلا تاقنو هبين كي مركز صدح لو ديقو ميل افر ساعة كلا تاقنو أو أمس زد كسيادي عليه على النصف النصف كركيسة قليلا وحير كسيادي أو ثلثين استاق ثلثان هبين كمركة صدح لورني قال لبان ميلوت وينا تاقناتا أو سديت ساعة تاقناتا ورا تلك لديك ديك القرآن قرآنك ترتيلا كالديك ديكيت كالديك ديك إيه هبوبسين مكات قرآنك كتو كيدا هبينك إلى وحير سبحانه إنا أنك سنلقي واردين عليك كركاغا قولا هذا قول كاس وثقيلا علوس ايان سو ردين هكوكو سو دجينينا ووحيق قرآن كاه إن ناشئة الليل سببت هبينك الله أمر سلاة الليل كإلى الشيقين إن ناشئة الليل هبينك ساعده سا هي ساعدها سو أشد ومت أضايق بضان وطعن حق إسوافقيدة وقلبك يعربك إسوافقه وأقوام ساعدها سنة توصنان بضان قيلا حكا بهدى القرآن كاخرين تيسا إن لك النبي وحاكو سغنابي في النهار مالك دهديسا صبحا دبالشو دباشاسو طويلا دير ويدكور حس اسم ربك ربك أمك إيسا حس وتبطل قو إليه إلى الله إلهي أقو تبطيلا قويتان أقو وكدقو وحويان ان مدويده هي مشغول كده عباده اوغو هو سو قدره هو الله رب المشرق والمغرب قرح كصباح يا قرح ودع الله ماموله اي ملكيه ويه لا اله مثل عابد حق حق معهم الا هو الله ما هن فاتخذه الله اسكيله وكيلا مثل تلصارت واصبر ذل قاد النبي صبر على ما يقولون قالوا وحي إليهن أدو القادة إسكاك الصبر الله سبحانه وتعالى وقو الرسول كيس أمريا إنو أدو القادة كوة بين يسو فهدأ عيدو دا إي أفلق قادة قفك وحويا دين كان شيقية
waxa la raga rabaa nabi maxamed in dayasho u tahay salaatullaahi wa salaamu alayh nabi maxamed allah wuxuu leeyahay kuwa mukadibiinta ah ee cadawga kugu ah aflagaadada iyo cayda iyo diiyaadka ay ka faafinayaan iskaga ka tagid wanaagsan wadarni wal mukadibiina aniga iyo kuwa xaq beeniyay iskaga kaana tag mukadibiinta soo uri nacmati nimcaysiga iyo raaxaysiga u saaxiibka ah wamahilhum u kaadi mukadibiinta تمهلا وكاد قليلا او ير الى وحر سبحانه ان لدينا اكتنا وحا هذه ان كالا حرقه لو خرخر يا اهل النار وجحيما نار حريسه العيسى وطعاما انت ياكتنا تا اهل النار لو دياريه طعام كاسو ذا غصه مرقشه صاحبها او هنغرغ دحيستاغيا يا وعذابا عذاب اكتنا هذه عذاب كاسو أليما مؤلما أو حنوشيا يوما مالين أي أكتنا هذين ترجف الأرض بلكو أي قلقلين أيسو والجبال بوريهن أي قلقلين أيام وكانت الجبال بوريهن أي أحان أيسو كثيبا بعاد ميلس كوغيمت بعاد كاسو مهيلا لشوبي إله وحوري سبحانه إنا أنك أرسلنا وادرني إليكم حقنا نصدرني رسولا رسول رسول كاسو شاهد المركعية عليكم دوشينكم مركعية إرسالا ديرتانا ديرني ديرتان كاسو كما أرسلنا كإرسالنا ديرتان كأني لمتا إلى فرعون فرعون نصدرني رسولا رسول فعسى فرعون فرعون وعاسيي الرسول رسول كلا ديري فأخذناه أننا واقبني أخذاً قبشو قبشا راسو وبيلاً شديداً أدك فكيف تتقونا ورسيس كغا إلالي نيسان إن كفرتم هدد كو قالو دان ألي يوماً مالين سادس كغا إلالي نيسان مالين كاسو يجعلو الولدان عرور تكييلي شيباً إرخو كييلي مالين كاسو السماء السمدي منفدر متفلفلير ما يؤيهي به بسببه مالين كسبب تيس أولاد دل دل الله عيو مالين إلهو خير سبحانه كان وعده الله بلنقاتك أو بلنقاتي مالين كاسو إنو إمانا وحوة هذي مفعولا من الله سمينا إلى وحر سبحانه إن هذه سورة دانو تذكرة ووانو فمن شاقفك دونا اتقد وحو سميسا إلى ربي ربي جيس سبيلا وطوو قد وادو إن ربك ربك يعلم وأقيه أنك هذا النبيو تقوم إلى ديستاغ إذا حبينك أدنى وحكير من ثلثي الليل حبينك صدح مرك الله قيبي الله ميلوب ونصفه حبينك بركيس إنا ديستاغ إذا إله وأقيه وثلثه حبينك صدح مرك الله قيبي الله إنا ديستاغ إذا الله وأقيه وطائفة كوحنا ويستاغ إذا كوح راسو من الذين كوي كمتا معك اللي جيركا هذا كمنا وحي كتوس إذا إنا النبي كالجيس أيسان محكا صلاة واجب كوهين oo waxa weyn nabiga waa tuka jiray muuminiintuna waa tuka jireen hadiiska saxiix muslim kan sidaas u cadeynaya marka taas ay tusayda wana sidoo baraarujiyay maxamed ul amin shanqidi kitabkiisa dafh ihaam al itraaf aan ay al kitab marka aayadahan saas ay tusayda ila wuxuu ri subhana wallahu alla yuqaddiru asaga changoya al layla habenka iyo wan nahar maalinka ilaahay qadara oo habenka maalinku iska joogta ma aha markana dheeran habenkiya dheeran mar maalinkii aad dheeraan mar waa isla ekaan ee markasta 12 saac 12 saac iska go'an ma Allah qadar oo hadba mid dheeraysiin aalima Allah wuxuu ogaaday allan tuxsuuhu hadal kale cilin laba meelad baa loo cilin kara in loo ciliyo qiyaam leel faradka macna habeenkii oo dhan inaad taagnaataan inaadnaan awoodin ilaahay wuu ogaaday marka tuxsuuhu macnaheedu waa tudiiqu inaadnaan awoodin ilaahay wuu ogaaday subhanahu wa ta'ala wariis uga ma han dibu ka ogaad markuu dhahayay istaagaba xikma ku jirtay maana koor ogaa oo mar uu san ogeyn maba jirin oo cilmiga ilaahay meel kama soo bilowdo marka markastu ogaa way calima ilaahu ogaaday allan tuxsuuhu waajibkaas inaadna koobi karin oo dad awoodi waxa kale loo cilin kara habeenkii inaadna awoodi oo habeenka ma koobi kartaan sababta horta saacadu ma jirin waxana laga rabaa ugu yaraan inaad furus taagnaato marka saacad lagu qiyaasana ma jirin waxa la sameeyay mar waxa dhacay iyagoo isle waxa weeyaadna waqtiga ka yaraan inay 10 saac taagnaadaan mar awooda ayagoo isla ha ka gaabinina in waqtigu markaas ku dheeraado illa wax lagu qiyaaso lama hayo waqtigi
هاسنا ما أوده الله وحشان جوا هبين كان قدر مركب واحد لا ليه هاي ما أودان إلهي وأجي تعصنا الغوفة سيرة هبين كم أودان يواجهك لكن واجهك ما أودان عنها سوى نكسن وأنا سيد ابن الشريف الطبري هي حافظ كثير لبض وبأي مرة فرط إن له علم علم إله وجادي الله أن تحصوه فرط كاس أو صلاة الليل كل يكواجه بيه إن أدنى كوي كريم فتاب عليكم إلهي وإن كسر النقضي إلهي وإن كسر الله بطيو معناها خرمك أو واجب نمدها أيو إلهي إن كتشوشي أو وحوين سنو كدب فاقرأوا أقريا مركا ما تيسر وحي فضادا من القرآن القرآن كحالو كميدي القرآن كان ما أنت صلاة دي لولي تشيدا القرآن قال لي صلاة دي لولي تشيدا انت فضو اسكتو كد دارب تصدح ركعتك شان ركعتك تضبر ركعتك سقال ركعتك كوبي طرنتك صدح طرنتك انت كو فضو اسكتو انت كو فضو اسكتو مركا لليه يا وحوين القرآن كان صلاة دي لولي تشيدا وحا اللي رأى ذا من إطلاق الجزء على الكل جزء يا الله إطلاقا كل يا اللي لتشيدا واحد بدانا القرآن كو كدحرك الدوما ركوع على شيغا صلاة دورما اللي لتشيدا سجود على شيغا صلاة دورما اللي لتشيدا أحاديث تواد كواركتان قيام على شيغا صلاة دورما اللي لتشيدا واحد ويان جزء كميدا صلاة دورما اللي إطلاقا مركاسا واحد اللي لتشيدا دماء مرة واحد لسمينا صلاة على لي قرآن أنا اللي لتشيدا أيضا واركت دوما ولا تجهر كره قادم بصلاتك قراءة صلاة علي هذانا قراءة دي اللي لتشيدا مرك الله بذا بوالا استعماله قرآن كوا استعماله مرك قرآن وحويان قرآن ككمدا وحني فلوس كأخري إلى وحوري سبحانه علم إلى وحو جدا مرك هذا إلى وحو شيء جيا أسباب بضم إن يجيران أو كنا يا إن صلاة الليل كدائم يديس الأودي أو أمضى يسن أودي إلى وحوري سبحانه علم إلى هي وحو جدا أنه شأني وأنت مخففة من الثقيل أنه شأني سيكون منكم إن كمد نقط ضرام مرضى كوتشرن سلتولي ما تاجنا كران قفشرن ما تاجنا كران لكن واجب كان اسكت فيدو او واخا وين انت الهي كوواجب انت كدو افر ترقو اسك سيخنا الهي تاس اوغاد واخرون كوكلنا وين كميت كواس كلو يطربون سفريا في الارض دولك كركيس كو سفريا قار سفريا يبت محيو سفريا يبتغون حال اي رادين من فضل الله الهي ديراتكيس وقنع سطري وحين كميدا قار قنع سنيا oo safray oo caawada safar ku jira hada wax weyn salaatuleekii waa waajib ku yahay markuu yahay ma awood safar kuna waa wax umad dhan wax weyn maciishadooda waxa la asalka u ah oo ganacsiga wax weyn umada ugu fadhiya bal xadiis saxiixa ku arkana fadli weyn ayay leeyeen ganacsatada oo wax weyn aan qaaininta ahayn kuwa oo aamininta ah wax weyn fadilooy waa weyn ilay illa umada wax weyn maciishadoodi iyo noloshoodi ayaa wax weyn wax badan kaga xireen kuwa smee wada ma caawada musafra waxa kale in kamidu ilaahay iyo waaxaruna kuwa kale oo yuqaatiluna dagaalama fi sabilillahi jidka waxaynu ku jira mujaahidiin oo isjihada u safraya maanta oranay socdeen maanta oranay dufays ku jire maanta oran si u taagna haddii la caawana masiixa kartid bari indhaha isku dhiga marka sagaal ku gaada marka ma awood caawana u taagna ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa waxa la yiraahdaa dadkaas oo dhan aan kamid oo aan awoodi inuu taagnaado xogaa iska tukado inta rabanta iska tukado ha iska seex سوبر عدو اسكا دحي الى وحي سبحانه فاقرأوا اقريا ما تيسر وحي فضادا منه قران كحالو كميدي هي واقيموا الصلاه صلاه التوسيه واركانته الى اليو صلاه دي وحا وين توسيه واتوا الزكاه زكاه نصيه ضد حق اولي واقرض الله الهي اما هي قرضا اما حسن ونكسن قران كو وحو يراها صدقاتك الهي وحل اما هي الهي سلو اما هنا waxa waxaan taqafa taa wax amaahdo uu ku gudaa Soomaan saasa tugi waxa weyn sadaqada aad alle dartis u bixido waxa weyn ilaahi weyna waa ku laalaab waliba ayadi kaliya maahan waa ku laalaab man dalladhi yughridu llaha qardan hasanan fiyudaa'ifu marka ilaahi uu ku laalaab marka sadaqadi waxa weyn war ilaahi wax amaah bal fiiri sida loo qiimeeyay ilaahi wuxuu ri subhana wama tuqaddimu waxaad hormarisaan li anfusikum nafafyalkin aad u hormarisaan waxaad naftiina u hormarisaan oo ilaahi dartiis u labaxdaan oo min khayrin khayr ah ku bayaan ama ka xale tajiduhu waad ogaanaydaan shaygaad hormarideen indallahi alla agtiisaad ku ogaanaydaan huwa khayran inuu ka khayr badan yahay mimaa abqaytumuhu waxa aad haysataan inuu ka khayr badan yahay ogaa doontaan waa tan xadiis saxiixa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri saxaabada qofkiinne waxa weeyaan qofkeenne maalkiisa ka jecel qofka dhaxlaya maalkiisa
ما ترى قف مالكي سجعل أو كجعل قف كده حلكي سل مالكي كاسي يلا صحابة أنا كده نبى مالكي يعني كجعل مالك تدك أنا دخله مركز النبي يقول كفي صدقك الله يسا مركز هنا وصاص وحكل والله مأوبي مركز النبي يقول مالك إنه وح أنت أصدق قيستين لكن مدة آخر يتوضح إذا تكون بخيل يدو دتك كده دخله يا إسكار وين تاسك حساب تنتا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا إنه خير بدنيا هذا جانيدا أو أعظم وين ونق وأعظم وين بدنيا هاي أجرا حق أجرك واستغفر الله ور الله دم داف ويديسته إن الله الله غفور ومد دم داف بدن رحيم ونمد نحرس بدن